لو كانت عطايا الدنيا هي مصدر قيمتنا، التعلق هيبقى زائد، ولو التعلق زائد أولاً مش هعرف أكنترول، مش هعرف أتحكم في أن أنا أحافظ على الحلال من العطايا دي، بس هتجاوز للحرام بسبب الشره والتعلق الزائد. الحاجة التانية والأهم بقى، أن الدنيا مكتوب عليها الفناء، فلما أتعلق تعلق زائد واخد مصدر قيمتي من العطايا، لما تروح مني هأصاب بالانهيار، لأن الإنسان اللي مش بينهار هو اللي ظهره ساند على كرم الله سبحانه وتعالى وعلى وجود ربنا في حياته. إذ ما فقد شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا من فقد الله. فبيقول له بلاش التعلق يبقى زائد لدرجة إنك أنت يبقى همك ده فتنسى ربنا. ازهد في الدنيا يحبك الله.